فاطمة بنت حامد بن عبد الرزاق با حقاق. ليلى بنت سالة بن مسلم حنيوات العمرية. إخلاص بنت أحمد بن علي كشوب. أصيلة بنت مسلم بن عوض آشرون قعبو. رقية بنت حامد بن عبد الله برهان با عمر. إيمان بنت محاد بن سعيد نورات العمرية. أسرار بنت أحمد بن سالم غالب باعلوي. البكالوريوس التقني المعتمد من الكلية التقنية العليا الهندسة المدنية. زمزم بنت أحمد بن محاد عكعاك. ميزون بنت سعيد بن عيسى المعشنية. أميرة بنت سعيد بن سالم قطن. نور بنت سالم بن مسلم المعشنية. فاطمة بنت محمد بن عوض صفرار. منى بنت عبد القادر بن أحمد الحداد. أميرة بنت علي بن محمد نيجار المشيخية. صفية بنت محمد بن سالم عكعاك. أميرة بنت محمد بن عوض حات الشحرية. أمينة بنت محمد بن أحمد المعشنية. عمرية. وسام بنت صالح بن حسن الغسانية. البكالوريوس التقني المعتمد من الكلية التقنية العليا هندسة القوى الكهربائية. أم السعد بنت شاكر بن فرحان بيت فرحان. الدبلوم المتقدم التقني الهندسة الكيميائية خديجة بنت سالم بن سعيد العمرية. أماني بنت محاد بن عيسى بيت سعيد. غدير بنت غريب بن مبروك البوسعيدية. شيماء بنت علي بن سعيد المسهلية. فاطمة بنت سعيد بن عبد الله بازنبور. الدبلوم المتقدم التقني الهندسة المدنية ليال بنت قيس بن حيدر المخينية. وردة بنت سهيل بن أحمد قطن. الدبلوم المتقدم التقني الهندسة المعمارية أروى بنت محمد بن عامر عازة عكعاك. الدبلوم التقني الهندسة الكيميائية فاطمة بنت عوض بن سالم الشنفرية. شيخة بنت سعيد بن أحمد الشنفرية. هبة بنت عامر بن سعيد العمرية. نور بنت محمد بن سعيد كشوب. أصيلة بنت سعيد بن مسلم المعشنية. نوال بنت علي بن سعيد هبيس. جميلة بنت مبارك بن سعيد هبيس.
عافية بنت هلال بن أحمد المرهون. نوال بنت محمد بن سهيل باعوين. ابتسام بنت عوض بن سالمين بيت مبروك. أسماء بنت سعيد بن بخيت سعدون الشحرية. الدبلوم التقني الهندسة المدنية. رحمة بنت أحمد بن علي بيت آسلم الشحرية. ندى بنت عبد الله بن خميس حميدون. أزوان بنت أسعد بن محمد بيت علي سليمان. ريم بنت أحمد بن محمد حات الشحرية. صفاء بنت علي بن حسن الغسانية. عبير بنت أحمد بن مبارك جوزع يعبوب. نوير بنت أحمد بن علي رعفيف. أميرة بنت سعد بن سالم هاضر عكعاك. الدبلوم التقني الهندسة المعمارية. ملكة بنت أحمد بن بخيت ديشليل الكثيرية. بثينة بنت مسلم بن سعيد العمرية. فاطمة زهراء بنت سعيد بن أحمد فارح الدارودي. مريم بنت محمد بن سالم الشيدات. الدبلوم التقني مسح الكميات. مريم بنت مسلم بن بخيت عمريت ثعار المهرية. نشكر الدكتور علي بن محسن رعفيف رئيس قسم الهندسة، وندعوكم الآن لاستراحة قصيرة نعرض من خلالها أغنية بعنوان حصاد السنين من أداء طلاب الأنشطة الطلابية بالكلية التقنية بصلالة، وتقديم لفن البرعة، ويؤديه الطالبان طلال بن مدين بن عبد الله اليافعي ومهند بن أحمد بن سالم بام خالف، لنعاود بعدها تسليم الشهادات لخريجي قسم تقنية المعلومات وقسم الدراسات التجارية. على المجتمع بأسره أن يعي أهمية التعليم التقني، وأن يعمل على تشجيعه وترويجه ومناصرته أسوة بمجتمعات أخرى سبقتنا في هذا المضمار.